يا إخوتي من ابتلي بالمعصية فليستتر، لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية وارتكب المعصية علنا فبعد مدة يتوب من معصيته، لكن هل تفكر هذا المذنب أن هناك أناسا رأوه وهو يعصي الله فتجرأوا فارتكبوا المعصية؟ هل علمهم هو؟ هل يستطيع أن يصل إليهم الآن ليردهم؟ ويأتي يوم القيامة وذلك الأمر مكتوب في صحيفته، ذنوب لم تفعلها ولكنها مكتوبة في صحيفته. هي تلك الذنوب التي اقترفها أناس بسبب ما جرأتهم أنت عليها، رأوك وأنت تفعل تلك المعصية، رأوك وأنت تشرب خمرا، رأوك وأنت تتعرض لأعراض المسلمين، رأوك وأنت تشتم وتسب، رأوك ورأوك ورأوك ففعلوا مثلك، فتأتي يوم القيامة وذلك كله في صحائفك. من سن في الإسلام سنة سيئة عليه ماذا؟ وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كم هم القتلة على ظهر الأرض؟ كثير في كل زمن، وكل قاتل ظلم مكتوب في صحيفة ابن آدم الأول الذي سن القتل. لذلك هل يعقل أحدنا هذه المسألة وما أخطرها؟ ما أخطرها؟ إن ابتليت بالمعصية احرص على ألا يظهر ذلك. وكل كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون،